رجعنا لكم تاني، وشرفني دلوقتي في الاستوديو الدكتور مجدي شاكر، كبير الاثريين. وبصراحه يعني من ساعه ما دخل دكتور مجدي ولحد ما طلعنا في وقت الفاصل، والواحد مش بيبقى بحس الحكايات المصريه القديمه بيبقى الواحد شغوف جدا بيها، وقد ايه يعني فكره الانسان المصري القديم، وانه هو اول من وطأ الارض، وازاي كان في الوقت ده بيعملوا ايه، والوقت اللي هو مثلا حر وبرد كانت الدنيا عامله ازاي، كانوا بيلبسوا ايه، هل هو زي ما بنشوفهم في الصور بيبقوا لابسين اللبس الخفيف ده في البرد كانوا بيعملوا ايه، هل كان في سياحه وقتها، وقتها كانت الدنيا الناس تتعامل مع بعض ازاي، حاجات كتيره قوي كنا بنتكلم فيها. وان شاء الله برضو نقول لكم على حاجات لطيفه قوي النهارده تعجبكم، وناخد بقى شويه يعني انرجي كويس، يعني طاقه ايجابيه كويسه جدا ان شاء الله نقدر ان احنا نحس بيها بقيمتنا كمصريين، نرجع للعهد. يعني بقول لك من نسي من فات قديم وتاه، احنا ان شاء الله قدمنا ان شاء الله يكون قادم قدامنا، وهو ده اللي يكون يعني الحلم والامل ان احنا نكمل نكون بالشكل اللي كنا موجودين عليه في القدم. انا برحب بحضرتك دكتور مجدي، ويعني اشكرك على وجودك معنا النهارده لاول مره. انا اللي بشكرك، الف سلام عليك الاول، وبشكرك على اسم برنامجك الجميل اللي هو مصر احلى. ربنا يبارك. هذا البلد هي مصر احلى، يعني دي حقيقه وواقع. احنا عندنا حضاره استثنائيه، يعني دايما بسميها يعني في حضارات اخرى زي الحضاره الهنديه الصينيه اليونانيه، لكن الحضاره بتاعتنا زي بيقولوا كده، زي ما قال جماعه نجيب حمدان على مصر، قال ان مصر موقعها الجغرافي، الراجل اللي تغذى في مصر. أيوة. قال ان موقع مصر موقع فريد ولن يقرر، بيسموه كده موقع استثنائي. أيوة. فاحنا برضو ربنا ادانا حضاره استثنائيه كل دول العالم بتحسدنا عليها. يكفى حضرتك هي الدوله الوحيده على مستوى العالم اللي لها علم بمميزها اسمه علم المصرولوجي او الايجيبتولوجي، يعني مفيش دوله في الدنيا لها علم خاص بها غير الحضاره المصريه. وبالتالي ربنا مدينا ميزه اكتر من رائعه. وكل سنه طيبه طبعا بمناسبه يوم المراه ومناسبه عيد الام، احنا شهر المراه. يكفي الثلاث سيدات التي ذكر في القران هي سيدات مصريه. اذا قلنا اسيا بنت مزاحم، امراه يعني زوجة فرعون، مصريه، وقصتها مشهوره جدا لما خدت سيدنا موسى. ايوه. السيده بعد كده اللي هي زوجة العزيز اللي هي ظهرت او كانت موجوده في قصه سيدنا يوسف، هي مصريه. ودي يعني طبعا امراه فرعون وامراه فرعون. وعندنا طبعا الاعظم والاجل هي هاجر. ايوه. السيده هاجر التي يعني اتت عليها مناسك الحج، يعني سيدنا ابراهيم وهو دخل مصر كان معاه السيده ساره. ولكن تزوج السيده هاجر وخدها، وهي اللي على اساسها بعد كده وقصتها المشهوره مع سيدنا اسماعيل كل مناسك الحج جت على السيده هاجر. اشمعنى ما كانتش على السيده ساره؟ لان ربنا سبحانه وتعالى يعني بيعلمنا، بيقولنا دايما الست المصريه بطبعها بيسموها صبوره، عندها صحيح. حكمه وصبر. أيوة. يعني تخيل لما يسيبها في الصحراء هي وابنها، انا ماشي. أيوة. تخيل لو كان ممكن، لو كان عملها مع السيده ساره كان ممكن الموقف يبقى مختلف. انما عندما تزوج السيده هاجر اكيد ربنا له حكمه كبيره جدا جدا، فكل مناسك الحج التي تؤدى الان جاءت على يد السيده ايه؟ مصريه. صحيح. فعندما يعني تاتي اشهر ثلاث سيدات، اسيا وزوجة العزيز وهاجر، الثلاثه مصريات، فدي رساله مهمه جدا بتقول لكل ست مصريه ارفع راسك، وبتقول لكل ست مصريه انت ربنا مكرمك في كل الكتب وفي كل الديانات. يكفي اقول لحضرتك ان اول اسطوره في الخلق هي ايزيس. واذا قيلت ايزيس بيسموها كده، هي رمز الوفاء والحب، وكلمه ايزيس هي الام، وبالتالي بنقول ان هي مظهر مهم جدا. تخيل حضرتك لما جه المصري يعمل اله او يعمل رمز للسماء، عمله علاقه السيده وسماها نوت. حتى لما جه يصورها لو حضرتك تروح اي مقبره تجد ان صور السماء علاقه امراه بتحتضن، حتى لا يقول لك المراه بتضلل على اولادها، بتجمع اسره، هي الحضن. فهو خد نفس المفهوم. يكفي لما جه يعمل رمز للعداله، عملوا كده الاله ماعط وعملوا علاقه السيده، وعمل رمز سيده على رش او على رصه ريشه. فتخيلي لما رمز العداله ورمز الحب ورمز السماء هي امراه، فاعتقد ان مش يعني بعد الكلام ده اعتقد كل ست مصريه من حقها ان تفخر وان تقول ان انا ايه مصريه، ومن حقش اي واحد مصري يتمنى ان يكون مصري. ومعروف ان حضرتك لو خرجنا اي بره روحي متحف اللوفر، متحف اللوفر عشان تزوري حضرتك محتاجه يجي 3 شهور لانه كبير ضخم جدا، لكن اقوى قسم فيه هو القسم المصري. لو حضرتك تروحي متحف برلين في حاجات مشهوره جدا، عندنا قطعه واحده بس هي قطعه نفرتيتي، يعني في صوره من ضمن الصور حضرتك تشوفيها تجد المستشاره انجيلا ميركل بتبص للصوره وهي مبهوره، وهي يعني لدرجه ان احنا قلنا لهم يا جماعه ادونا الراس دي تقعد عندنا لمده شهر، قالوا لنا لا، لان لو اديناها لكم هنقفل المتحف، وبالتالي هي مهم جدا. احنا اثرنا بره هي رمز عليها يعني مهم جدا. احنا مش جايين نحكي حكايات، احنا دايما زي ما قلت لكم اللي ملوش قديم ملوش حاضر وملوش مستقبل. احنا جايين نقول لكم كيف كان المصري، افخر ببلدك. هقول لحضرتك من يمكن من 5000 سنه واحد اسمه خجني، ده كان راجل يعني زي حكيم، بيقول لابنه ايه؟ بيقول له علم المراه يتعلم الشاب ويتعلم الرجل، يعني اذا علمت المراه
الشاب هيتعلم والرجل هيتعلم. صحيح. فزي بيقولوا احنا الاسره او المراه هي اساس المجتمع، الكلام ده قاله جدي من اكتر من 4700 سنه لما قال له علم المراه. لان اذا علمت المراه، هو ايه اللي حصل في المجتمع دلوقتي يا فندم؟ وايه اللي، لان برضه للاسف دور المراه تراجع، وتراجع نتيجه بعض الحاجات الغير مفهومه. تراجعنا في الفن، تراجعنا في حاجات كتير جدا. مصر تمتلك قوتين ناعمتين ما كانوش موجودين في الدنيا كلها، نمتلك علم اثارنا ونمتلك الفن. الفن عندنا للاسف بعافيه شويه، لكن عارفه حضرتك كان يوم الخميس، كان كل اول كل شهر عندما كانت تغني ام كلثوم كان كل الوطن العربي وكل العالم بيقعد يستمع، كانت افلامنا بتعرض في كل سينمات الدنيا. لكن عندنا الفن بعافيه، لكن احنا نمتلك الحاجه الاخرى وهي الثقافه المصريه او هي الاثار المصريه اللي مش موجوده في اي دوله في الدنيا كلها. وحضرتك اشرت لنقطه مهمه، المتحف المصري. أيوة. احنا امبارح حدث المتحف المصري جداً. يعني قبل ما عشان عايزك تقولي على المتحف المصري فضل. بس احنا واحنا يعني بنتكلم عن السيده المصريه القديمه، وزي ما قلت حضرتك ذكرت الثلاث سيدات العظمات في الوقت ده، يعني في هل في موجوده عندنا من الاثار اللي هو يسجل، او في بعض الاثار عن يعني الحقبه اللي كان فيها سيدنا موسى والحقبه اللي كان فيها فرعون وامراه فرعون، هل في اثار عندنا موجوده لده؟ هقول لحضرتك احنا عندنا يعني عندنا مشكله في دراسه علم، ما عندناش علاقه ما بين الاثار والدين. أيه. للاسف. لان للاسف علم بتاعنا علم المصريات هو علم حديث، يعني في عمر الزمن بقالوش اكتر 150 سنه. احنا حضرتك فضلنا لغايه 1820 لم نكن نعرف ما موجود مكتوب على الجدران خالص. أيه. لغايه ما اكتشفنا حجر رشيد اثناء الحمله الفرنسيه، وجالنا شامبليون فكلنا رموز الكتاب المصري القديم. فبالتالي العلم بتاعنا لم يؤسس غير 1832، يعني اول مره يبقى فيه دراسه ايجيبتوريا او مصريات 1832. ايوه. والعلم بتاعنا للاسف اسس على يد الاجانب، يعني ما زال حتى الان احنا في مصر فيها حوالي 262 بعثه اجنبيه شغالين في الاثار، عندنا 20 بعثه مصريه ولكن الباقي كله اجانب. أيوة. كل مراجعنا للاسف المانيه فرنسويه، وحتى دارسين الدكتوراه في مصر اللي بيدرسوها على يد الايه؟ الاجانب، ومعظم المصادر هي مصادر اجنبيه، وبالتالي عندنا مشكله في الجزئيه دي. انا بنادي من خلال برنامج حضرتك يبقى عندنا مدرسه مصريه وعلماء مصريين، احنا عندنا ولكن يبقى المزيد، بحيث يعملوا مربط بين يعني الدين وبين يعني يستمدوا من بعض الحاجات الدينيه ويدرسوا لنا الموضوع، لكن اعتقد ان فيه. خلي بال حضرتك كمان احنا عندنا مشكله في الاثار، احنا 70% من اثارنا موجوده لسه تحت الارض. مصر يعني كنز مهم جدا، حضرتك اي مكان بيتحفر فيه تلاقي فيه اثار. والمشكله دي برضه يا دكتور ان يعني شيء يذكر. يعني بيستفزني جدا ان علشان مفهوم عند المصريين بعض، يعني عشان برضه ما بحبش تعميم، ان مثلا المكان الفلاني ده مليان اثار. كل الناس تنقب وبيشتغلوا بده، وفي ناس طبعا للاسف بتموت في الحاجات اللي زي كده كل يوم، او بيتهدم عليهم البيوت، ولكن في ناس تانية كتيره بتتاجر بالاثار، بان هي بتلاقي كتير من الاثار. ايه القانون او ايه يعني اجراءات التجريم لحد بيبيع؟ انا احس ان هم بيبيعوا بلدهم، يعني شوف عندنا اثار قد ايه موجوده في كل العالم مسروقه، ده الحاجه اللي احنا بنفتخر بيها وبنقول هي دي حضارتنا. وزي ما حضرتك قلت بنتكلم عن يعني احنا مالين القطع، احنا اكتر تقدير نسبه اكتر من 2 مليون قطعه في مصر. بتاعك ازاي ان انا ابيعه؟ طب ايه يعني اليات، ان يعني لو انا حد قال لي ان في حد بيتاجر في الاثار نتعامل معاه ازاي؟ استاذ وفاء احنا عندنا مشكله، القانون قوي جدا، القانون دلوقتي بياخد سجن مشدد 25 سنه وبيدفع من مليون ل 10 مليون، يعني ده اقصى حاجه. أيوة. لكن احنا عندنا مشكله في حاجتين في مصر، عندنا مشكله في الوعي في التعليم، وعندنا مشكله في الاعلام. ايوه. وعندنا مشكله في بعض رجال الدين. ايوه. هتقولي حضرتك ازاي؟ ايوه. اولا في مناهج التعليم نحن ندرس تاريخنا المصري القديم او ندرس لاولادنا، ما عندناش الجزئيه دي، يعني بندرس لهم التاريخ بطريقه صعبه جدا. الشاب يعرف اسباب الحمله، نتائج الحمله، يعني ما بيحبش التاريخ، في ناس كتير جدا ما بتحبش، لان بندرسه للاسف بطريقه مش جيده. أيوة. فبالتالي احنا ما حببناش الشاب او البنت او الولد في التاريخ، ما عرفناش. أيوة. تاني حاجه ان احنا ما بناخده رحله، اذا خدناه بناخده الهرم او مناطق قريبه، رقص وغنى ورقصر بلدنا بدل سواح، وبنزورش بس على كده. بس على كده ما بندرسش تاريخ صح. انا عايز حضرتك تروح المتحف وتشوفي طفل اجنبي واقف وطفل مصري واقف. انا ما بقولش الطفل المصري عنده مشكله، ولكن هي ثقافته، ثقافه المجتمع. هو ماله؟ هو بيتلقى. تجد الطفل الاجنبي واقف كانه واقف في مكان مقدس، لانه هو ضر بان هذا المكان. بالظبط. لكن عندنا مشكله في كده. تاني حاجه ان برامج الاعلام للاسف ان هي بتجيب برامج على الاثار، ولكن برضه للاسف بتجيبها ان يجيب المعلق صوته قوي جدا وبطريقه لغه عربيه صعبه، وما بتجيب ضيف بتجيبه برضه بيتكلم يعني بطريقه فجه جدا، وبالتالي ما بتربطش المواطن ما بيحببوش بتراثه وبماضيه وبعراقه خالص. لكن انت عارف حضرتك احنا بملنا طبيعي بنحب الحاجه دي. وفاكره حضرتك يعني لما جم ينقلوا التمثال رمسيس الثاني من ميدان رمسيس للمتحف احنا صرنا طول الليل. صحيح. ولما جه الدكتور زاهي لما جه يعمل اكتشاف الهرم بالريبوت قعدنا برضه طول الليل. فاحنا عندنا ميل، واحنا عندنا كمان مشروع مهم
مهم جدا ومشروع الحلم بتاعنا المتحف المصري. لكن للاسف برضه في بعض رجال الدين بيقول لك ان تجاره الاثار وباعتبرها حلال وباعتبرها نوع من الركاز، يعني باعتبارها زي ما الواحد بيلاقي مثلا ذهب او لكن انا اتمنى ان برامج التعليم يحصل فيها نوع من التغيير، وخاصة احنا السنه دي، احنا السنه دي انا بعتبر ان افضل سنه بالنسبه لمصر، يعني فيها احداث يعني في الثقافه مش هتحدث. ويعني وبحب من خلال برنامج حضرتك اشكر القياده السياسيه واشكر السيد الرئيس جدا، بقول لهذا الرجل سيظل التاريخ ان شاء الله بعد 1000 سنه هيذكرك، وصدقيني حضرتك لو في حد من اجدادنا هيشكر هذا الرجل. ليه؟ هتقولي لي يعني انت بتقول الكلام ده؟ هقول لحضرتك ان في ال4 سنوات اللي فاتت احنا افتتحنا وقعدنا افتتاح 16 متحف ودي ما حصلتش. احنا عندنا متحفين، احنا كان اخر متحف كبير عندنا سنه 1902، بقى لنا اكتر من 118 سنه المتحف اللي موجود في التحرير. يا خبر. اه والله يا فندم. فان احنا يبقى عندنا متحف اللي هو المتحف المصري هيكون من اعظم واكبر متاحف العالم. ان احنا عندنا متحف الحضاره، عندنا متحف الغردقه افتتحناه من يومين، عندنا افتتحنا متحف سوهاج، متحف طنطا، عندنا متحف جاي في شرم الشيخ. فاحنا عندنا مجموعه متاحف. واحد تقول لي يعني حضرتك ممكن تقول لي يعني ايه اهميه المتاحف؟ اقول له حضرتك عايزه تعرفي ثقافه اي شعب في الدنيا روحي الدوري اسالي كده انت عندك كم متحف. انا حضرتك رحت امريكا، وامريكا انت عارفه دوله بقى لها اكتر من 200 سنه يعني عمر قليل، ما عندهمش تاريخ عشان يعمل عليه متاحف. صحيح. وبالتالي عاملين متحف ايه؟ يقول لك متحف ايه؟ متحف فصل العطور، متحف الاحذيه، كلام فاضي زي بيقولوا، ولكن ما عندهمش. لكن احنا عندنا يعني هويه. تاني حاجه ان لو عملت حضرتك متحف واحنا للاسف الناس هتزوره. بنصرف الهوايه دي. استاذنك معلش يا دكتور، في حد بقى له شويه على التليفون معانا. وفاء من القاهره. الو الو. ايوه الو. مساء الخير يا نور، اهلا بيكي. اهلا بيكي. اولا بحييكوا جدا على الموضوع الجميل اللي انتوا بتناقشوه. والحقيقه ابو سلامتك طبعا. الله يسلمك. اشكرك جدا. انا الحقيقه الدكتور مجدي اشار لبعض المشاكل المهمه جدا اللي فعلا يعني فعلا بتواجهنا. وانا كنت عايزه اقول له ان كان في مجلس النواب لسه اعلن قريب عن عقوبه مشدده للي بيتسلق الهرم. النهارده احنا سامعين ان في واحد امبارح طلع فوق الهرم. الواحد لما بيروح يزور اي متحف اي اثر ولاقي الناس مشخبطه وعامله قلوب على ده احنا محتاجين ايه يا استاذ مجدي؟ احنا محتاجين ايه علشان نوعي الناس؟ الحكومه بتعمل كتير الحقيقه، وزاره الاثار يعني لا لوم عليها اطلاقا، لان أيوة. كل يوم بنسمع افتتاحات ومتاحف جديده وتوعيه تنميه ثقافيه عامله توعيه كويسه جدا. أيوة. المشكله مشكلتنا في البشر. صحيح. الحقيقه صحيح. احنا نعمل ايه علشان نزيد من وعي المواطن والاطفال؟ يعني انا حاسه ان احنا لازم نوصل لاطفال المدارس من الصغر، لازم يعني يتغرس فيهم انتمائهم للبلد. صحيح. دي ومحافظتهم على اثارهم. صحيح. فقول لنا كده يا استاذ مجدي ايه اقتراحات حضرتك في نوصل ازاي لده؟ اشكرك جدا. شكرا. هي طبعا ناخد سلوى بالمره. سلوى من القاهره. الو. الو. اهلا وسهلا. اهلا بيكي، اتفضلي. طبعا انا مبسوطه جدا ان انا معاكم في المداخله دي. طبعا بعتذر شويه ان انا عندي برد فصوتي تعبان. عادي مع بعض. مش مشكله. ربنا يخليكي. ميرسي جدا. انا بس كنت عايزه اشارك معاكم بس بنقطه صغيره جدا، اللي هي عايزه اتكلم عن دور المراه. طبعا الاساتذه المحترمين والاستاذ المحترم اللي كان معانا دلوقتي اتكلم عن تفعيل دور المراه في مصر القديمه، بس انا عايزه اتكلم عن جهود السيد رئيس عبد الفتاح السيسي في يعني ازاي قدر ان هو يرسخ أسس شراكة حقيقية بجد للمرأة. صحيح. بما أني أنا في مجالي القانوني فأنا شايفة أن دور المرأة بالفعل تفاعل بطريقة وتشعب بطريقة عالية جدا 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 الفترة الأخيرة. طبعا بعد إنشاء المجلس القومي للمرأة ودوره طبعا فعال على مدار 19 سنة فاتت، وفي نقط تحول كتير مهمة في حركة تقدم المرأة على كافة الأصعدة بلا استثناء، ودعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولي الرئاسة لقضايا المرأة كلها أجمع، وتعزيز دورها في المجتمع وتأكيده على إيمانه الشديد بأهمية مشاركة المرأة بالكامل بكل طاقتها في بناء مشروع النهضة والتقدم في مصر. طبعا كل أم وهي سعيدة ومبسوطة، الأم دي هي الأخت صديقة والمذيعة والقانونية والمستشارة والوزيرة. الست بقت في كل مكان. احنا عايزين نلغي الجدل عن دور الجدل المشار اليه دلوقتي ان المراه بتاخد دور الرجل. الرجل والمراه هما كيان واحد لا يتجزأ تماما. وبما اني انا ست بتاعت قانون، فمن خلال البرنامج بتاع حضرتك
انا يعني بناشد كافة الشعب بلا استثناء بان احنا نعلي من طموحنا اكتر وان احنا نشتغل اكتر في ان احنا نبني دولة محترمة ليها كيان مترسخ الست مع الراجل. وطبعا يعني انا مش قادرة اكلمك قد ايه ان دور المرأة فعلا في الفترة الاخيرة في كل المهن اخدتها وليست حكر، يعني وليست حكر زي ما الناس بتقول دلوقتي المرأة بقت مأزونة وعمدة ورئيسة قرية صحيح وليها كفاءة بتشهد لها كل المهن كل المهن بلا استثناء. وطبعا وصلنا ان احنا بقينا نائب محافظ وعين المرأة كمان في منصب محافظ او النائب محافظ البنك المركزي ووكيل للمحافظ البنك المركزي للرقابة والاشراف على البنوك وقطاع مكاتب المحافظات. فطبعا ده مجهود رائع رائع رائع. المرأة زي ما كانت في العصر القديم زي ما اتشرف دكتور مجدي وحكى وتكلم عن دور المرأة، فدور المرأة في المجتمع الحديث هو كيان احنا ما نقدرش نجزأه تماما. وانا بطلب من كل الناس ان احنا نكون كيان واحد. اشكرك جدا وتحية ليكي، كل سنة وانت طيبة. برضه معانا مين؟ معانا محمد من منوفية. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك، اتفضل. والنبي ترحبي لي بالسيد الاستاذ اللي مع حضرتك وانا بشكره جدا. دكتور مجدي اهلا بيك، اتفضل. هو اتكلم في جزئيتين مهمين قوي. الجزئيه الاولانيه اللي هي بتاع المجتمع بتاعنا الذكوري اللي مش عايز يامن ان المراه ما تفرقش عنه في حاجه غير محدده الشرع. صحيح. فانا بطلب منه طلب بسيط خالص. ده الشق الاولاني من السؤال. انه يجيب لنا اسطوره لقدمائنا المصريين اللي هم امتدادنا اللي هم عاملين لنا دلوقتي مصر، يعني لولا تاريخنا ده تاريخنا ده هو مصر. يجيب لنا اسطوره كده كيف اثرت المراه المصريه في الحكم المصري. ادي حاجه. حاجه الثانيه بقى والجزئيه الثانيه اللي اتكلم فيها قوي. انا عندي معلومات ان الملكيه الفرديه هي ما يملكه الفرد من جني عرقه، ولكن اللي تحت الارض الاثار ده ملكيه عامه. ليه بيحللوا سرقتها والنهارده في بيوت كتيره بينقبوا على الاثار؟ احنا قلنا هم يعني قلنا استاذ محمد هم يعني الاساس في الاساس في الموضوع ده الانتماء. مفيش احساس بان هو بيبيع ماضيه، ان هو بيسرق ماضيه وبيبيعه للناس. دي مش ملكيه فرديه يا فندم. فعلا في اثار في فرقتي يبقى ده لا، الملكيه الفرديه دي هي ان انا اجتهد واجمع فلوس واعمل بيوت. صحيح. اعمل عمارات اعمل عربيات، دي ملكيتي. انما ما تحت الارض من اثار بتاع جدودنا لا، هي دي ملكيه عامه. نعم. بتاعي وبتاع وبتاع الدوله، لازم يسن قانون بتحريم ذلك. صحيح. عايز اسمع اسطوره تبين للمجتمع الذكوري بتاعنا اللي بعتبره مش منتبه للجزئيه دي ان المراه المصريه اثرت بجد. اشكرك جدا. حكم مصر وصلتنا للتاريخ الشريف اللي احنا فيه. ماشي، اشكرك جدا. طيب نجاوب ولا نطلع؟ طيب والله طيب نطلع فاصل، بعد فاصل هنجاوب كل اسئلتنا دي. وعايزه اقول حاجه سريعه يعني قبل الفاصل وتفضل بيها الدكتور مجدي برضو، اتكلم عن اهميه الفن. انا اتذكر اقول لحضراتكم حاجه افتكرها كويس جدا للفنان القدير يحيى الفخراني. انا كان هو عامل مسلسل، المسلسل ده كان هو فيه استاذ تاريخ. انا والله العظيم كنت بستمتع جدا بحكاياته في المسلسل دي، اسمه عباس الابيض او حاجه زي كده اعتقد يعني اسم المسلسل. المسلسل كان بيتكلم فيه زي ما قال دكتور مجدي ان ازاي بنحكي التاريخ، ازاي نحبب اولادنا في التاريخ، ازاي انا ككبيره برضو كنت دارسه برضو بالشكل التقليدي مش زي ما انا تسمع الحكايه بشكل مختلف. كان بيحكي ازاي عن نفرتيتي، كان بيحكي زي حكايات التاريخ. كنت احب اتفرج على المسلسل ده علشان اسمع حكايات تاريخنا القديم. فاكيد الفن مهم جدا جدا في ان هو يرثي في عقولنا، يرثي في عقولنا وعقول اولادنا وعقول الاطفال ازاي نحب التاريخ وازاي نحس ان هو ده ماضينا، جزء مننا اللي احنا لا يمكن نقدر نبيعه. فنطلع فاصل ونجاوب على كل اسئله حضراتكم.